دكتور بلوطي المهدي المدير الجهوي للصحافة مكناس. كيف كان كيشوف الجميع ان اليوم كنحضروا في هذه الحملة التبرع بالدم في مدينة تازة؟ هذه الحملة كتجي في واحد المسلسل واحد البرنامج الجهوي من تكثيف الحملات خلال شهر رمضان والصيف المقبل باش يمكن ان نتغلبوا على الخصاص اللي يمكن يحصل في ابناك والمركز الجهوي لتحقن الدم. فهذه المناسبة كانت الجهة كتوصل بواحد الشاحنة اللي يمكن لها تسهلنا الاشتغال وتنظيم هذه الحملات. كيف هذه المناسبة باش كنشكروا المجتمع المدني من خلال جميع الجمعيات اللي كيشتغلوا في هذا المجال، كذلك وسائل الإعلام اللي كيساعدونا باش تكون واحد الرسالة توعوية للمواطنين. مناسبة باش كنهيب جميع المواطنين باش يكتفوا من التبرع بالدم لأنه مادة حيوية ما يمكنناش نوجدوها وما يمكنناش نجيبوها من شي مكان من غير التبرع بالدم، فهي كتبقى ديما صدقة جارية.